طيب دي يا جماعة نماذج من الجنود المصريين اللي قاموا بعمليات على الحدود، منهم اللي تم اتهام النظام بقتله مباشرة زي سليمان خاطر ابن قرية أكياد في الشرقية اللي كان ليه تمثال في قريته والناس بتحتفي بيه، والنظام شال التمثال بتاع سليمان خاطر وألقاه إلى القمامة. الكلام ده اللي قاله أهل أكياد، ولو حد سمعني والكلام ده ما حصلش يا ريت يتصل بيا ويقول لي. وأيمن حسن حي يرزق وغيرهم، وشفنا العمليات اللي قاموا بيها واللي حصل وصولا إلى إسلام وعبد الله اللي استشهدوا أول امبارح على حدود قطاع غزة. معايا أبو أحمد في أول اتصال من مصر، أهلا بيك. أبو أحمد معايا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا فندم، أهلا بيك. إزيك يا أستاذ أحمد؟ صح. الله يخليك، تسلم يا رب، اتفضل. والله إن شاء الله يعني انهيار الجيش الإسرائيلي خلاص أصبح وشيك، انهيارهم من نصر الجبل إن الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واترك من تشتبوه على الشاشة. أبو أحمد، أبو أحمد صوت حضرتك بيقطع، مش قادر أسمعك بوضوح. أتمنى تتواصل معنا مرة تانية لأن الصوت مش واضح. وأهلا وسهلا بحضرتك، أتمنى اللي يكلمنا يعني يكون معانا على الخط عشان ما نضيعش وقته أو وقت الناس. أستاذ محمد معايا، أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. إزاي حضرتك؟ الله يكرمك أستاذ أحمد، الله يبارك فيك. اتنين جنود شهداء، تحب تقول إيه لأهاليهم؟ اولا ربنا يتقبلهم في الشهداء ويجعل مسواهم الجنه ان شاء الله، هم السابقون ونحن بهم ان شاء الله لاحقون. ربنا يثبت اهليهم ويلهمهم الصبر ويلهمهم الاجر ان شاء الله على ثباتهم. واحنا ان شاء الله اهل مصر وشعب مصر اذا اتيحت ليه الشهاده للدفاع عن بلده او الدفاع عن غزه او الدفاع عن فلسطين، محدش فينا يتاخر، محدش من اهل مصر او من شباب مصر يستخسر دمه. بس يا استاذ محمد، البعض ممكن يقول ان ده تحريض على العنف وتحريض على الارهاب. الدفاع عن المسلمين يا استاذ احمد حق للمسلمين. اهل غزه دول مش من كوكب تاني. شكرا. اهل غزه احنا من جوانا احنا حاسين بالتقصير يا استاذ احمد. نعم. احنا اهل مصر حاسين بالعجز وحاسين بالتقصير مع اهل غزه. وما فيش حاجه في ايدينا نعملها غير ان احنا بندعي لهم. اشكرك يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. استاذ حسام من مصر معايا، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. استاذ حسام، يعني شهيدين ارتقوا على الحدود في موقف يعني يعلمه الجميع، تقول لاهاليهم؟ طبعا بنعز اهاليهم وبنعز انفسنا، البقاء لله وحده. ان شاء الله ربنا يتغمدهم برحمته ويجعلهم ليهم ان شاء الله أجر عظيم بإذن الله تعالى، صبرهم على ذويهم. اللهم أمين، اللهم أمين. في شق تاني يا أستاذ أحمد، أنا بس عشان الناس اللي مستغربة من رد مصر. أستاذ أحمد، النظام اللي مسكنا ده، وخد الكلمتين دول من عودة أخوك حسام، يعني الراجل ده عمره لو الدبابات الإسرائيلية دخلت ميدان التحرير عمره ما هتحرك ساكنا. ليه؟ عشان المليار و300 مليون بالك السبوبه لقمه العيش الطريه اللي بتيجي مرتاحه، فاهمني؟ فده بس عشان بس بقى الناس بس تكون عارفه واخده بالها من النقطه دي. الشق الثاني، احنا دلوقتي بنبرئ انفسنا من دم الاطفال اللي بنشوفه في الجزيره كل شويه وبنشوف على السوشيال. احنا سلمنا امرين لله يا استاذ احمد، احنا لا حول ولا قوه الا بالله. احنا عايزين ندخل، لو بايدينا ندخل احنا بنحسد الجنود دول. الجنود دول على الاقل في ايديهم سلاح وصاب بيهم الكيل وقاموا بالعمليات دي، الله يجعلهم ان شاء الله من الجنه. احنا نفسنا نعمل حاجه زي كده، مش عارفين نفسنا ناخد نوى اهالينا لغزه. لو يدونا المساحه والله العظيم ثلاثه، مش انا بس، انا قد اجزم ان جميع معظم الشعب كده، نستضفهم. دول اهالينا، دول اخواتنا، يدخلوهم في بيوتنا. احنا نرضى والله، واتمنى ان وان شاء الله هم سامعين دلوقتي اهل غزه. والله اهل غزه احنا زيكم والله محبوسين، بس ان شاء الله فرج الله قريب باذن الله تعالى، فرج الله قريب والمعادله كلها تتغير والخريطه كلها تتغير. نعم بالله. بشكرك يا حسن، بشكر مشاركتك معانا. استاذه مريم اهلا بيكي. استاذه مريم معايا،
استاذه مريم. الو. ايوه يا فندم. أيوة اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. عندي سؤال دلوقتي جاي لي على البث المباشر، بيقول هو ليه الجيش او القوات المسلحه ما بتعملش جنازات عسكريه للجنود او الضباط اللي بيستشهدوا على الحدود الشرقيه تحديدا؟ ما هو بعد الخيانه ما فيش ذنب. لسه بعد الخيانه فين بطاحوا في الخيانه؟ اكتر من كده خيانه نفاق وكذب، فمش هيعملوا الا يعني الاشكال اللي هم استفادوا منهم، انما ابنائنا الطيبين المخلصين اللي هم بيحبوا الوطن مش هيعملوا فيهم حاجه. انا هبعت بس رساله كده لاهل ولادنا اسلام وعبد الله والامهات، والله انا بهنيكم والله يا امهات عبد الله وام اسلام، اولادكم ان شاء الله دول الابرار، دول الاتقياء، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيق. انما احنا عشان نعزي فنعزي الخونه اللي هم خانوا وطنهم وخانوا الامانه اللي هم فيها. لكن انا بهنيك يا ام اسلام ويا ام عبد الله، ربنا يجعلهم من الجنه ويزوجهم من الحور العين ويبدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهليهم. وانتوا اوعوا تزعلوا، افرحوا وبكل فخر وبكل سرور وارفعوا راسكم، انتم الاحرار. انما الخونه هم دولت اللي حطوا راسهم في الارض، لان هم دولت خانوا الامانه اللي هم ربنا ولاهم عليها. انا بهني والله يا ريت انا ابني يروح الجيش ويستشهد زي ابنكم. فانتوا فخر لينا وانتوا اولادنا وانتوا اللي نشيلكم على راسنا. وربنا ان شاء الله يتقبلهم في الشهداء. شكرا استاذه مريم، شكرا لحضرتك على وجودك معانا. عمر من مصر اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا عمر، ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا فندم. بقول لحضرتك بس كلمتين كده ويا ريت الناس كلها كمان تسمع الكلمتين دول. اتفضل يا فندم. احنا مش بندعم القضيه بس، انا من جنا، وطبعا كل اللي عايز اقوله ان مصر بالتحديد احنا لو ما دخلناش وشلنا اخواتنا والله العظيم ما حد هيشيلهم. جميع الناس بتتكلم الا احنا، هنقعد امتى؟ لغايه امتى واحنا قاعدين مش هنتكلم؟ لغايه امتى مش هنحافظ على جنبنا؟ ده اقرب ناس لينا، اخواتنا مسلمين، دول مش كفره، دول ده مسلمين، ده حرام يعني. طب ايه مستنيين تاني؟ احنا لما ده يقول لك مش يعني، واحد والله العظيم متفجر من جواه، لو الجند المصري ما وقفش اسرائيل بالذات كل ده خلاص ضاع. احنا مع القضيه ومش هنسيبها والله، والله احنا مع القضيه وما هنسيبها، ولو علينا احنا كصعايده والله العظيم من بكره كلنا، بس يفتحوا لنا الحدود، لان دول اخواتنا اللي جوه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي شايف كده ومش بيتكلم. كل يوم حد فينا بيضيع، مستنيين ايه تاني؟ احنا ما فيش تاني حاجه، ده اخواتنا، ده مسلمين بيدافعوا على ارضهم، ده احنا اقرب ناس ليهم، مين تاني بيجيهم؟ طيب مين تاني هيجي يدعمهم؟ اما احنا العرب اكبر ناس جنبيهم، اقل ناس جنبيهم. حسبي الله ونعم الوكيل، دي حاجه ليلي، مش هنتكلم على شهيد احنا من بلدنا ولا حاجه. طيب. لا احنا هنتكلم على اخواتنا. شكرا ليك، بشكرك يا عمر، تحياتي. خالد معايا من مصر، اهلا يا استاذ خالد. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. اثنين شهداء ولا جنازه عسكريه، واحد الشهداء بينكروا اصلا انه استشهد، يا ترى ليه يا خالد؟ معاك خالد ابو عمر يا استاذ احمد من مصر، بحييك وبحيي البرنامج بتاعك اللي انا بتفرج عليه بقالي اكتر من 10 سنين، وبقول للاهل الشهداء انتوا فوق راسنا من فوق. هي دي مصر، السيسي قزمنا، السيسي خلانا ما نسواش اي حاجه. اقسم بالله يا استاذ احمد انا من منطقه شعبيه، الناس يا استاذ احمد الناس ماشيه تشتم الراجل ده عادي يا استاذ احمد. والله العظيم انا مبسوط قوي ان انا بكلمك، انا اول مره اعمل مداخله مع حضرتك. تنور. انا مبسوط قوي ان انا بكلمك، انا بحترمك جدا جدا جدا، انت راجل محترم جدا والله، انت استاذ محمد ناصر والاستاذ معتز مطر وابن بلدي المحترم الاستاذ احمد عطوان واستاذ عماد البحيري، انتوا ناس هيجي عليكم يوم اقسم بالله اول من هيكون في المطار ويشيلكم على الاكتاف. انا مواطن مطحون في البلد دي، انا بقول للسيسي ده انت ولا حاجه، انت انسان زباله، انت مالكش اي كرامه خالص، لا بره ولا جوه ولا اي حاجه. والله يا استاذ احمد، والله يا استاذ احمد انا جوايا حاجات كتير قوي نفسي اقولها لك والله على الهوا كده، يعني
انت منين في منين في طنطا يا عم خالد؟ انت منين في طنطا؟ ايه انت منين في طنطا؟ انا من طنطا نفسها استاذ احمد، ولو عايزني اقول لك اسم ايه بالكامل اقسم بالله. لا 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 مش عايزك تقول اسم، اقسم بالله اقول لك والله. أنا لا انا عايزك تبقى بخير وبسلام، انا يهمني سلامك وامانك والله. انا عندي عيل في ثالثه ابتدائي وعندي عيله في اولى ثانوي ولسه نتيجتها طالعه النهارده الحمد لله نجحت. اقسم بالله استاذ احمد انا عندي حاجات كتير قوي نفسي اقولها لك. طيب انا زهقت خالص. كل ما يكون عندك حاجه عايز تشاركنا فيها يا عم خالد، احنا هنا البرنامج ده مش اسمه صوت الناس، البرنامج ده صوت الناس، تقدر تتصل وتقول اللي انت عايزه. والله على دماغي، واول من يجي المطار ويشيلكوا على الاكتاف انا احمد موسى الكلب الجبان. الناس دي ما عندهاش لازمة ولا دين يا استاذ احمد. طيب. الناس دي بعت شرفها عشان الفلل وعشان العربيات. حزبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ونعم بالله. حزبنا الله ونعم الوكيل. انا شاكر وجودك معانا يا عم خالد، وتنورنا دايما. واهلا وسهلا بيك دايما. ربنا يخليك يا ابو عبد الله. انا اللي مبسوط ان انا كلمتك من 10 سنين نفسي اكلمك والله. انا مبسوط جدا يا عم. ده انا اجي لك لحد عندك في طنطا والله لو عليا والله. انت حد محترم. ربنا يبارك. انت حد محترم وانا بحبكم كلكم وبتفرج عليكم كلكم اكتر من 10 سنين. عندي عمر ابني عايز يكلمك والله. هات عمر. وانا عندي عمر برضو. اهلا يا عمر. قول له ازيك يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد. ازيك يا عمر يا حبيبي، عامل ايه؟ انت في سنه كام؟ ثالثه ابتدائي. وايه الاخبار؟ عملت ايه في النتيجه؟ الحمد لله كله تمام. اه انت بتشوف الاخبار ولا لا؟ بشوفها مع بابا. بتشوف اللي بيحصل في غزه؟ اه. وايه رايك؟ والله ايه رايك في اللي بيحصل في غزه ده؟ عليكم يا استاذ احمد. استنى يا عم خالد، خلي عمر يتكلم. يا عم خالد خلي عمر يتكلم. والله ما بنتفرج الا عليكم. انت حد كويس جدا على راسي يا عم خالد، بس انا عايز اسمع عمر. عايز اسمع عمر. يا عمر تعالى. يا عمر اهو يا استاذ احمد. يا عمر انت ايه رايك في اللي بيحصل في غزه ده؟ يرضيك اللي بيحصل هناك؟ حرام كده. طيب لو انت عندك كلمه تقولها للي في نفس سنك كده في غزه، الولاد والبنات اللي هناك، تقول لهم ايه؟ الله يكون في عونهم رب، وربنا ياخد السيسي. اقسم بالله خالد. يا عمر عمر انت عارف ان مفيش دراسه في غزه السنه اللي فاتت دي كلها؟ محدش راح المدرسه منهم خالص. عارفه. انت عارف ان ان جيش الاحتلال الاسرائيلي ده دمر المدارس والجامعات هناك؟ خسيس وغباء. والله يا استاذ احمد ربنا يحفظك يا حبيبي. ربنا يحفظك يا عمر. ربنا يخليك. ربنا يخليك ويرجعك لاهلك. تسلم يا عم خالد، وربنا يبارك لك في عمر واخواته. انت وكل حبايبي اللي معاك. تسلم وربنا يبارك لك في عمر واخواته. سعيد باتصالك وهسعد دايما نسمع صوتك هنا. تحياتي ليك يا عم خالد. عمر يا جماعه، عمر عنده 10 12 سنه. انتوا هتنسوا مين ايه؟ هتنسوا مين ايه؟ لا الدم ولا العرض ولا الارض ولا المقدس بيتنسى. تاني، لا الدم ولا العرض ولا الأرض ولا المقدس في الأديان بيتنسى. المصريين زي الفلسطينيين، زي غيرهم العرب، زي غيرهم في الدنيا، جيل بيسلم جيل، راية ما بتسقطش، حتى لو كانت جت تقع هيطلع اللي يشيلها مرة تانية. سنة ربنا في خلقه وفي عباده. ربنا يبارك لك يا أستاذ خالد. ربنا يبارك لك في عمر وفي كل عمر يا رب عمر. طيب علي معانا. ازيك يا عم علي؟ علي معايا. تحياتي لفريق البرنامج. أهل. مع حضرتك يا فندم. اهلا منورنا. تحياتي لحضرتك وتحياتي لفريق البرنامج بنورك يا استاذ احمد. تسلم. وتحياتي للساده المشاهدين. هو حضرتك دلوقتي انا بعزي اهالي الشهداء وبعزي اهالينا برضو في غزه كلها وفي فلسطين، واحب اقول بس على الناس اللي هي كانت بتقول ان فلسطين باعوا اراضيهم، يا جماعه ده بيثبت لكم ان ما فيش حد باع ربع متر ارض اصلا، بدليل ان هم متمسكين لاخر لحظه في اراضيهم، وان شاء الله يستردوا كل فلسطين، بس هو يعني موضوع وقت.
وبحب اقول بس رساله للصهاينه اللي هم الاحتلال اللي في فلسطين. انا مثلا لو انا صهيوني هاخد ولادي وامشي واروح اعيش في المانيا، في امريكا، في بولندا، في انجلترا، في اي حته، اعيش في امان واولادي يخشوا مدارس. يعني انتوا دلوقتي الناس الاسرى دول خدوا اهالي، خدوا اولادهم، دخلوا الجيش، ونتنياهو طبعا عشان ينقذ رقبته من حبل المشنقه والمحاكمه، والمحاكمه كمان الجنائيه اللي عليه ديت، فهو لازم الحرب دي تستمر. فيا جماعه رساله للناس الصهاينه والاسر بتاعه اهالي الجنود والصهاينه كلهم، ارحل وروح زي ما جيت، روح بولندا، روح بروكلين. ما هو جماعه ناتوري كارتا عايشين في بروكلين في سلام. على فكره احنا كدين ديانه سماويه ما بنكرهش اصلا اي ديانه سماويه، بس احنا بنكره الصهاينه، ووعد ربنا ان شاء الله هيتحقق. هو الموضوع موضوع وقت، واحنا عندنا عقيده وعندنا يقين. واحب اقول لهم بس ان 99.9% من الشعب العربي والاسلامي ما بيحبش الصهاينه، ولازم يعرفوا دي كويس جدا. وهم على فكره يا استاذ احمد، البرامج الحواريه المباشره متشافه ومتسجله وبتتحلل وكل الكلام ده من الصهاينه، وان شاء الله نصر ربنا قريب. شكرا ليك، اشكرك يا علي. واعزائي الاهالينا في غزه فلا. شكرا ليك، اشكرك جدا. ناس هنا بتتكلم بتعبر عن قناعاتها وعن المبادئ اللي جواها. انا لا بتبنى ولا بعارض، انا بعرض الكلام من المصدر. ومين المصدر؟ ناس بتتصل بشكل عشوائي، اللي عايز يتصل بيرفع السماعه وبيقول الو، وبيقول رايه بمنتهى البساطه والوضوح في صوت الناس. معايا محمد، استاذ محمد مصري من السعوديه، اهلا بيك. استاذ محمد، استاذ احمد معايا. انا معاك، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك، تسلم يا رب. تحب تقول ايه النهارده لاسر الشهداء؟ يا رب تكون بخير. حضرتك بخير. والله هو الشهيد عبد الله رمضان ده من قريه جنبينا. انت من الفيوم بقى؟ من الفيوم. ده هو من قريه جنبينا، عبد الله رمضان من الجمعيين بشواي. العجميين. انا من قريه العجميين، ده كان بيلعب معايا كوره. والله والله كنا معرفة. يعني انت صح، يعني اقدر اقول انك صاحبه؟ صاحبه، ليه معرفة بيه. يعني انت صاحب الشهيد عبد الله رمضان، يعني انت بقالك كتير بعيد عنه ولا من قريب كنت شايفه او حاجة؟ لا انا قعدت فترة طبعا قبل ما اسافر، كنت بروح عندهم البلد والعب كورة وكده. طيب ايه اللي فاكره عن عبد الله رمضان الشهيد عبد الله؟ عبد الله شخصية محترمة جدا ونعم الاخلاق والرجوله والله. برايك انهي روايه صحيحه؟ هم اللي ضربوا عليه وموتوه، ولا هو اللي ضرب عليهم وبعدين ردوا عليه واستشهد؟ هو عبد الله من يوم ما انا عرفته هو واد راجل بصراحه، بس هو اكيد هم اتعاملوا معه فهو كان لازم يرد عليهم. طيب تحب تقول الاهل النهارده يا محمد؟ ربنا يا رب يصبرهم، وهو ان شاء الله في الجنه مع الشهداء باذن الله، وربنا يا رب يثبت اخواتنا اللي واقفين على الحدود. سعيد يا سعيد ان انت عرفت عبد الله وهو استشهد في الموقف. عبد الله عبد الله من الشخصيات المحترمه وشخصيات ان الواحد ليه شرف ان هو عرفها. تسلم يا محمد، شكرا، ويسعدني دايما اسمع صوتك هنا في صوت الناس. تحياتي ليك. ابو يحيى من مصر، اهلا يا ابو يحيى. اهلا بيك يا استاذنا. انا كان معايا دلوقتي يعني احد جيران عبد الله، جيرانه في البلد، هو في الجمعيين وهو في قريه تانية، انا ما حبيتش اخد منه تفاصيل علشان بس مش عايزين نضر حد. بيقول ان عبد الله طول عمره راجل وشخصيه محترمه، وعبد الله استشهد اول امبارح. انت كمواطن مصري تقول ايه عن عبد الله، وتقول ايه لاهل عبد الله واهل الاسلام؟ أعزائي الأهالي الشهداء وأعزائي لجميع الأحرار من الشعب الفلسطيني والشعب المصري والشعب العربي، الجيش المصري بيتجاهل جميع هذه الحوادث، بيبين أول أنه بيتجاهلها لكي لا يكون أبطال مثل المجندين على الحدود. وأقول للمقاومة اصبروا واثبتوا، فشباب مصر كلهم معكم قلبا وقالبا، وسنقاتل ما إن شاء الله جنبا إلى جنب يوم ما. وبقول احنا بنعد ان شاء الله شبابنا واطفالنا على حب فلسطين وعلى حب المسجد الاقصى وعلى حب المقاومه،
وبإذن الله بإذن الله سيتحرر المسجد الأقصى قريبا بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله خير. أنا شايف إن ده خير، وده بإذن الله أنا شايف إن الشعب المصري كله واعي مهما حصل من التجاهل اللي بيتجاهلوه. أبو يحيى، حد قالك تقول الكلام ده؟ حد وجهك؟ هوجه مين أنا؟ ولا دي قناعاتك أنت ورأيك؟ أنا والله أنا بكلمك دلوقتي وأنا خايف، يعني أنا بكلمك دلوقتي وأنا خايف. حتى أنت بتتكلم عن مصر ها؟ بتتكلم عن مصر؟ أنا من مصر ومن الفيوم واعتقلت قبل كده، وأنا بكلمك دلوقتي من خط تاني خايف. أحسن رقم يتسرب هنا ولا هنا؟ لا لا يتسرب من عندنا دي انسى. لا احنا أنا اعتقلت 3 سنين. طب أنا عايزك تقول لي بقى، عايزك تقول لي يا أبو يحيى، 2 شهداء، واحد من سنورس واحد من بشواي، الاثنين من الفيوم، ايه مالكو؟ ايه حكايه الفيوم؟ الفيوم بسم الله ما شاء الله يعني متدينين، يعرف ربنا كويس قوي. كنا مناصرين للدكتور مرسي وجماعه الاخوان المسلمين الله يرحمه مع الشعب المصري، فاحنا محطوط علينا يعني معنى الاصح كده من الفيوم. انت حاسس باي نوع من 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 السعاده مثلا او الفخر ان الاثنين من انا بلدك؟ والله يعني سعيد باهل الفيوم، وسعيد يعني ان احنا يعني الحمد لله بفضل الله يعني منا شهدائهم على الحدود بيننا وبين غزه ما فيش، وباذن الله باذن الله قريبا باذن الله هنبقى معاهم باذن الله. انا مفيش حاجه بعيده على ربنا. ربنا يحفظك يا ابو يحيى واتمنى لك السلامه يا رب. وتحيه لحضرتك ولكل حبايبك تحياتي ليك. ابو يحيى برضه، بس ابو يحيى تاني من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ وعليكم السلام. ازيك يا ابو يحيى؟ الله يكرمك يا باشا، ربنا يعزك. ان شاء الله تكون بخير يا رب. الله يكرمك. تقول ايه اللي 2 من الشهداء، الاثنين في نفس المكان والاثنين من الفيوم؟ هو مش حادثه الدين شويه كانت فين يا استاذ؟ لا دي كانت في المنوفيه. في المنوفيه تمام، معلش اصل انا مش حضراني يعني، فخلطت في فرق. ما انا ما حضرتش طبعا، ما احنا يعني مش قوي كده، بس مش في دين شويه وفي بشوايه. يعني الذاكره انا قصدي في دين شويه، قصدي في الذاكره يعني. خليتني اتذكر. معلش بص انا استاذ احمد ليا يعني انا شايف الموضوع من وجهه نظر ثانيه خالص. الموضوع انا يعني اللي انا هذكره ده مش تسفيه لاي ديانه ثانيه ولا عدم احترامنا لاي ديانه اخرى. احنا الموضوع خاص بالمسلمين تماما. تمام؟ واي مسلم متدين انا بخاطبه دلوقتي ده وقت المسلمين المتدينين، مش متدين بلحيه وجلابيه يعني وطاقيه وكده، لا ايوه متدين عقيده صحيحه، عارف دينه، عشان كل من بيأيد حاكم ظالم الاسلام بريء منه، هو لا يعرف شيء عن الاسلام. انا بخاطب المسلمين دلوقتي. اتفضل. تمام؟ فاحنا عقيدتنا بتقول الايام ودول، وهم قالوا ياخذونا واحنا نخزوهم لحد ما تقوم القيامه. تمام؟ فاحنا دلوقتي في مرحله اكبر من اتفاقيه كامب ديفيد. احنا في مرحله سقوط سايكس بيكو. احنا يعني ان شاء الله باذن الله اللي جاي سقوط سايك، انا عندي تفاؤل ويقين في الله سبحانه وتعالى ان اللي بيحصل ده والناس اللي بتموت ربما ربنا اختص اهل غزه عشان يرضى عننا بيهم يعني، او يبقوا شفعاء لينا في الدنيا وفي الاخره. فان شاء الله باذن الله انا يعني بقول للمسلمين فعلوا طلب بسقوط سايكس بيكو، لازم مسلمين العالم يتوحدوا. شكرا يا ابو يحيى، بشكرك جدا. انا عايز بس القي الضوء على اللي بيحصل في غزه، على اللي بيحصل في رفح. هولوكوست رفح لا زال مستمر، هولوكوست رفح مستمر، وقصف المدنيين في الخيام مستمر، وعمليات المقاومه مستمره. المقاومه النهارده اعلنت تفجير بيت، وكان جوه البيت ده قوه اسرائيليه متحصنه، ونشروا مشاهد جديدة لاستهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال أقر بإصابة 13، وعرض صور من الجنود اللي ماتوا في منزل مفخخ في رفح. يعني عندنا الرقيب إيدو أبيل عنده 21 سنة من كتيبة 50 لواء نحال،
الرقيب أمير غليلوف 20 سنة من الكتيبة 50 نحال، الرقيب يوري بار 21 سنة من الكتيبة 50 لواء نحال، دول ماتوا. وعندك 5 مصابين، 3 منهم في حال الخطر، ده وفقا لإعلان المتحدث العسكري الإسرائيلي. النهاردة حصل كمين مزدوج، كمين القسام استهدفت بيت في مجموعة من الإسرائيليين بقذيفة متفجرة، بعدين أسروا جندي، بعدين القوات الإسرائيلية قصفت الجندي ده، لأن عندهم هم حاجة اسمها بروتوكول هانيبال، ده بيتم تنفيذه علشان ما بقاش فيه أسر، يموتوا بس ما بقاش أسير. وبعدين جات القوات عشان تاخد الجثة وتنقذ الجرحى، لأن في ناس ماتت بالفعل، فالقسام قنصت منهم 2. ده غير ان في عمليات قنص في الشمال بتقوم بيها كتائب شهداء الاقصى، كتائب التابعه للجهاد الاسلامي شهداء الاقصى، وعمل وقعوا طياره كانت معاها متفجرات، وعمليات كتير قايمه بيها المقاومه النهارده. ممكن حتى نتعرف على اخر العمليات دي وفقا للروايه الفلسطينيه والروايه الاسرائيليه. الروايه الفلسطينيه عن الكتائب، كتائب القسام أو كتائب المقاومة الفلسطينية المختلفة، والرواية الإسرائيلية من روايات جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتابعها مع بعض. جديد الحرب في غزة. أولا، كما أعلنتها المقاومة الفلسطينية، استهدفنا عددا من الجنود الإسرائيليين الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد تي بي جي شرق مدينة رفح. استهدفنا دبابة إسرائيلية من نوع مركافة بقذيفة الياسين 105 في مدينة رفح. قصفنا قوات إسرائيلية متمركزة في محيط حي رابع العدوية جنوب مدينة رفح. ثانيا، كما أعلنها الجيش الإسرائيلي، قتلنا عددا كبيرا من عناصر حماس في ضربة دقيقة استهدفت مجمعا تستخدمه في رفح. خلافا للتقارير المتداولة، قمنا بتنفيذ ضربة خارج المنطقة التي تعتبر منطقة إنسانية. في أعقاب هذه الضربة اندلع حريق كبير لأسباب لا تزال قيد التحقيق. القذائف التي استخدمناها لا يمكن وحدها أن تشعل النار بهذا الحجم. احتمال أن تكون الأسلحة المخزنة في المجمع الواقع بجوار الهدف هي التي تسببت في إشعال النار. أمت الله معايا على التليفون. أمت الله، أهلا بيكي. عليكم. أهلا بيكي. عليك السلام ورحمة الله. تفضلي يا فندم. تحياتي لحضرتك والأسر في البرنامج. تحية ليك يا فندم، أهلا بيكي. تحب تقولي إيه الأسر الشهداء النهاردة؟ الصوت يعني مش واضح قوي، لو 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 استأذنك بس، لو مشغلة السبيكر أو فاتحة السبيكر اقفلي يكون أفضل. تحياتي لحضرتك ولكل الشرفاء اللي زي حضرتك يا استاذ احمد. تسلمي يا رب، ربنا يخليك. اتفضلي يا امة الله، ايه رسالتك لاسر الشهداء النهارده؟ عزائي الاسر الشهداء هنا في مصر، وعزائي الاسر الشهداء في فلسطين وفي غزه. وانا شايفه ان شاء الله ان كل ما البلاء والابتلاء بيشتد ان شاء الله يبقى الفرج قريب باذن الله، فرج ربنا قريب او باذن الله. بس انا عايزه اقول حاجه يا استاذ احمد. اتفضلي يا فندم. احنا كشعوب عربيه او رؤساء الشعوب دي شايفين ان احنا حاجة وفلسطين حاجة، ما المشكلة مش عندنا خلاص، يعني احنا نشجب ونعترض ويصعبوا علينا وخلاص، وما فيش اي حاجة اكتر من كده. طيب دلوقتي الاذى بقى بيوصلنا، جنودنا اللي بتموت كل يوم والتاني، ودي مش اول مرة. طب ايه ده؟ لو كان بحساباتهم هم ان احنا حاجة وهم حاجة، مش ان احنا شعب واحد. الشعوب العربية المفروض كلها شعب واحد، وبالأخص فلسطين عشان القدس. فطب إيه؟ يعني إحنا منتظرين إيه علشان نعمل حاجة بجد؟ فأنا مش عارفة والله، حسبونا الله ونعم الوكيل. الحفلات شغالة في كل حتة، في السعودية وفي عندنا، والماتشات والكورة هنا وهناك وكل حاجة، وكأن ما فيش حاجة بتحصل. إحنا تمام، إحنا مصر تمام، السعودية تمام، جميع الدول تمام. فخلاص احنا مش ما فيش اذى يعني لينا، ده من وجهه نظرهم هم، مش احنا. لا اظن يعني الناس في راي يرد عليك يقول لك لا، في اذى هو على المعبر، مجرد ما القوات الاسرائيليه وصلت على يا فندم. ما انا بقول لحضرتك، والحدود بقى في يعني اشتباكات وبقى في شهداء. اشكرك امة الله. عشان معايا اتصالات ثانيه، معايا ابو نوح من مصر، اهلا بيك ابو نوح معانا.
ايوه ابو نور. اهلا يا ابو نور، اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. ابو نور، نور نور. ايوه يا ريس. اهلا يا ابو نور، معلش سامحني، اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك انا في اربع رسائل عايز ابعتهم. اول رساله لاهل عبد الله واهل اسلام، ولادكم في ذمه الله وان شاء الله في جنه الخلد، في جنه الشهداء. فاحنا نفرح بيهم، كل شعب مصر وكل شعب عربي وكل شعب المسلمين، كل المسلمين في العالم يفرحوا بدول. نمره اتنين، رساله لاهلنا في فلسطين وغزه، كل نقطه دم بتنزلوها من كلاب بني صهيون ده فدا لعبد الله واسلام اللي عندنا واللي عندكم. تالت رساله للصهيوني القزم الملقب بعبد الفتاح سعيد خليل السيسي، اللهم يا رب يا رب يجعلك كده تتمنى الموت وما تلقاهوش انت وكل كلابك المخلصين. الرسالة الأخيرة أبو نور. والرسالة الأخيرة بقى الرابعة لكل المطبلطية، إن شاء الله هتبقوا تحت جزمنا إن شاء الله بعد نهاية الانقلاب، وإن شاء الله الانقلاب إلى زوال 100% متأكدين من ده، والنصر للإسلام والمسلمين والنصر لغزة وإخواتنا في فلسطين. شكرا أبو نور، بشكرك. وطبعا بذكر أن المصطلحات اللي بيختارها المتصل دي بتعبر عن قناعته ولا تعبر عن قناعات مكملين، أو لا تتبناها مكملين ولا تعرضها، ولكن نعرضها من مصدرها زي ما حضراتكم سامعين. معانا أحمد من مصر، أهلا بيك. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. تقول ايه لاهالي الشهداء عبد الله واسلام؟ والله لا، المفروض ما نعزهمش يا استاذ احمد، والله احنا المفروض نبارك ليهم، لان هم دلوقتي في الجنه مع النبي ان شاء الله باذن الله صلى الله عليه وسلم. الواحد فرحان والله العظيم. انا كنت اتمنى في سن ده والله 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 امسك سلاح واكون في مكانهم، اقسم بالله اتمنى اكون شهيد. يا بختهم، يا هناهم، يا سعدهم، يا سعد اهاليهم، يا سعد امهم، يا سعد اخواتهم. عايز اوجه رساله، عايز ابعتها بس للاعلام المصري، وسيبني بس اتكلم بعد اذنك يا استاذ احمد. عايز اقول لكم يا احمد، يا موسى، عايز اقول لك يا مصطفى، يا بكري، يا ديهي، يا لميس، دلوقتي 99% من الشعب المصري مش بيكرهكم، بيقول لكم يا احقر ويا انجس ويا اقذر اعلام على وجه الارض في زريبه مدينه الخنازير الاعلاميه. الله يلعنكم في الدنيا والاخره، وان شاء الله هنحطكم تحت الجزم باذن الله، لان مفيش حد باقي لكم غير الشعب. مفيش حد باقي. اشكرك استاذ احمد، واتحفظ على اي تهديد، يعني ما ينفعش امرر اي تهديد، واتحفظ على عليه، ولكن دي وجهات نظر المتصلين يعني. اشكرك استاذ احمد، تحياتي لحضرتك. ست ام محمود معانا، اهلا بيكي. بركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا ست ام محمود، اتفضلي. ابارك يا ام على امهات الشهداء. أنا ابني كان نفسه يدخل الجيش ويروح سينا، هو دخل وخلص، بس ما ودهوش سينا، نفسه هنا ونفسه يستشهد، وهو ابني ملتزم. قلبنا وجعنا على أهلنا في غزة، قلبنا وجعنا. يا رب ارفع عنا، يا رب يا رب انصرهم. مش قادرين نعمل حاجة غير إن احنا ندعيلهم، مش قادرين نعمل حاجة. والله أنا ابني كان نفسي يروح سينا، يخلص الجيش ويروح سينا، ما راحش. يا رب يا رب، قلبنا وجعنا على أهلنا غزة، مش قادرين نعمل حاجة، مش قادرين نعمل حاجة، بس فرجوا قريب إن شاء الله، إن شاء الله بس قريب إن شاء الله. دعوتنا على الصعيد يمكرونا ويمكرنا، والله خيرنا كريم. اللهم اجعل تدميرهم بتدميرهم، اللهم انصر اخواننا في غزة وثبت اقدامهم وسدد رميهم. اللهم انصرهم، نصرهم هيبقى نصرنا، نصرهم هيبقى نصرنا، نصرهم هيبقى نصرنا. ست محمود، تقولي ايه للامهات في غزة؟ النهارده اكتر من 36,000 شهيد تم تسجيلهم، غير اكتر من 10,000 مفقودين وتحت الانقاض. تقولي ايه لامهات الشهداء؟ شهداء ان شاء الله، ده ربنا اللي هيبعتهم، الجنود المجنده اللي واقفه مع المقاومه في غزه، شهداء دول واقفين بالجنود
يكفي النحل اللي بوظ وشوشهم، يكفي ان ربنا بيمكن لهم، ربنا يجعلهم امم الشهداء. يا ريت يا ريت يا ريت يشفعونا، يا ريت يشفعونا، يا ريت يا ريت يشفعونا. تقصرنا ست محمود، تقولي ايه تقولي ايه لعبد الفتاح السيسي والقيادات العسكريه في مصر؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وكل اللي اللي سجنهم وبيعذبهم وتأمره صهيوني صهيوني، حسبي الله ونعم الوكيل. انا رفقا بيكي، انا يعني اشكرك جدا، حسبي الله ونعم الوكيل، ومضطر انهي المكالمه رفقا بيكي. والله انا عارف مشاعرك بتعبر عن ملايين المصريين، يعني إن لم يكن كل المصريين فأغلب المصريين زي محمود بالمشاعر دي، مشاعر الود والمحبة لأهل غزة والأهل فلسطين.